مع أن عيسى لا يأتي بشرع جديد. إذن هذا هو سيدي، إذن هذا شرعنا. لاحظ سيدي، لا نبي بعدي. نعم عيسى ينزل، ولكن ينزل تابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينزل نبيا جديدا أبدا. طيب كيف إذن يغير بعض الأحكام مثل وضع الجزية؟ ما يغير الأحكام، هذا بيان غاية الحكم، هذا بيان نهاية الحكم. كيف؟ يعني غير المسلم من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نزول عيسى له 3 خيارات. ما هي الخيارات؟ إما أن يسلم، وإما أن يدفع الجزية، أو يقاتل. تمام؟ طيب لماذا الله عز وجل شرع الجزية؟ ما عندي مشكلة، مع أن هذا خارج الدرس، إذا مفيد يبدأ، ما في مشكلة. لاحظوا الحكمة الإلهية، قبل الإسلام من غير المسلم أن يدفع الجزية ويعيش بين المسلمين. لماذا؟ لأن كل إنسان عاقل يعيش بين المسلمين لابد أنه سيعلم أن هذا هو الحق وسيسلم، إلا إذا كان معاندا. أما إنسان عاقل لابد أن يسلم. تمام؟ طيب الآن إذا يوجد زمان سيعيشه هذا الإنسان، سيعيش الزمان ما زال طويلا، وسيعيش بين المسلمين، وسيرى الإسلام وسيسلم. أما عند نزول عيسى، متى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أعرف، لكن قبيل الساعة. إذن ما بقي زمان، فهناك لا يوجد جزية، إما تسلم أو تقاتل. لماذا؟ لأنه لا يوجد زمان، وهذا رحمة، رحمة بالكافر، لأنه ربما يدفعه خوفه من الموت أن يسلم، فيكون ذلك رحمة له. هذا هو إخواننا، إذن هذا تبدل زمان وليس تبدل دليل وبرهان. فهنا قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام الحكمة الإلهية تقتضي الجزية، عند نزول عيسى الحكمة تقتضي رفع الجزية. انظروا هذا، وهذا كله نقول هو شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيوجد كثير من الأحكام شرعية، قرآن وسنة، هذه ربطت بالعرف أو ربطت بالمصالح. الله في القرآن الكريم جعل العرف من أدلة الأحكام، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا سيدي، إذا كان يقصد يعني بعض العقول، سيدي بعض العقول لا زالت تعيش حقيقة من المسلمين، تعيش بعقولها في ذلك الزمان، ولذلك أكثر أناس يفهمون الشريعة من هم؟ الصحابة، لأنهم عاصروا التنزيل. ولذلك الآن يقول العلماء: الذي لا يعرف التاريخ ولا يعرف حال زمانه لا يجوز له أن يفتي، ولا يجوز أن يكون مفتيان، يعني فقط يقرأ الأحكام التي قالها أبو حنيفة في ذلك الزمان، دون أن يعرف أن هذا الزمان اختلف في بعض الأمور، ليس في أساسيات الدين، أقول في المعاملات التي تتغير بحسب المصالح، ما في مشكلة أبدا.
ولو سمعتم من أي شخص أنه يريد أن يبدل أصول الدين أو يحل أن يحل ما حرم الله، طبعا لا شك أن هذا لا أحد يقبله، ولا يوجد مسلم يمكن أن يقدم عليه. أما تغيير إخواننا هذه الأشياء، التفكير بهذا، يعني مثلا بعض الناس مثلا ممكن يقول يا أخي في هذا الزمان يجب ألا ندرس في الجامعة، يجب ألا ندرس في الجامعة لما يترتب عليها من بعض المعاصي، مثلا يوجد اختلاط، يوجد كذا، يوجد كذا. فإذا هذا، طيب ممكن يجتهد إنسان يقول تمام أنت هذا اجتهادك، يمكن إنسان يقول يا سيدي إذا الآن المسلمون ما درسوا في الجامعة إذن هم تركوا الساحة لغيرهم، من سيدر يعني أولادنا الآن الذين هم في المكاتب الحكومية مثلا، من يدرسهم؟ الذين يتخرجون من الجامعات، صح؟ طيب إذا لم يذهب أصحاب العقائد السليمة إلى الجامعات ويصبحوا هم الذين يدرسون ويأخذون هذه الأماكن، كيف يصلح المجتمع؟ كيف تصلح الجامعة؟ إذا كنت أنا رأيي الابتعاد عن دخول هذه الأئمة الأربعة. في أول ما ظهر كلام المعتزلة والفلاسفة وغيرهم اعتزلوا، ما قبلوا علم الكلام أبدا، قالوا هذا شيء جديد، هذا شيء جديد كيف. لكن لما وجدوا أنهم تركوا المجال لغيرهم أن يتكلم وهم لا يردون، اتركوا الساحة لغيرهم، سينتشر الفساد دون أن يرد عليه. فإذا سيدي التغيير والتبديل لا بد منه، هذا رأي كل المجتهدين وكل العلماء، ويوجد قد قواعد أساسية، لكن لا يتغير الأحكام الثابتة، لا تتغير. الإسلام فيه شيئان، أحكام ثابتة لا تتبدل ولا تتغير في العبادات والعقائد وما علم من رؤوس الأخلاق، يعني أمهات الأخلاق، من الصدق والأمانة وحفظ الدين وحفظ النساء والحجاب وإلى هذا لا يتبدل ولا يتغير. ولكن يوجد مصالح يجتهد فيها، ولذلك أسيادنا تجد أن الكتاب والسنة ما فصلت كل شيء، تجد أن الكتاب والسنة يعني أعطوا قواعد كلية وتركوا كثير، خصوصا في المعاملات تركوا الكثير من المجالات، من المجال لاجتهادات العلماء. فلذلك إخواننا نصبر وننظر ماذا يراد بهذا الكلام، ماذا يراد بهذا الكلام. فلا تحزن يا شيخ سينان، ايه. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين، يقول قوله ولا إله غيره في أول الكلام، قال الله سبحانه وتعالى لا شريك له، هنا قال لا إله غيره، فهل هذا تكرار؟ لا، هناك لا شريك له لا في صفاته ولا في الخلق، أما هنا لا إله غيره معناه لا يعبد سواه، لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. نعم.
قال هذا نفي لكل معبود سوى الله، إذ الإله في اللغة هو المعبود، وكفار قريش كانوا يعبدون الأصنام مع اعترافهم أن الخالق هو الله الواحد، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فيفيد قوله لا إله غيره غير ما أفاد قوله لا شريك له، فلا يكون تكرارا. تمام سيدي؟ لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ربوبيته وخلقه، نعم، ولا إله غيره، ولا إله غيره أي لا يعبد غيره سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذا التقسيم سيدي أرجوكم، هذا التقسيم تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، هذا في أصله ما في مشكلة. أصلا كل مسلم هو موحد ربوبية وألوهية، يعني كل إنسان يقول لا يعبد إلا الله ولا خالق إلا الله. لكن كما قلت لكم وأكرر، المشكلة في نية من قسم هذا التقسيم. من قسم هذا التقسيم قسمه من أجل تكفير بعض الناس، لا سيما الأشاعرة والماتريدية. هنا الخطورة، يقولون أنتم موحدون ربوبية ولستم موحدون ألوهية، أنتم تقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فأنتم تقولون لكن تعبدون غير الله معه، حاشا وكلا. فالتقسيم لا شيء فيه، كل إنسان مسلم مؤمن يعتقد أنه لا يعبد إلا الله ولا خالق سواه، لا شك. نعم. فهذا الكلام حتى الإمام ملا علي القاري في ضوء المعالي يقسم هذا التقسيم، لكن الإمام ملا علي القاري لا يقصد ما قصده غيره، طبعا لا يقصد هذا، يقصد أنه يجب كل إنسان أن يكون هكذا، لا يعبد إلا الله ولا يعتقد النفع والضر وغير ذلك إلا في الله. نعم. فيما أعلم أنه ابن تيمية، ابن تيمية هو الذي قسم هذا التقسيم، وتبعه ابن القيم تلميذه، ثم بعد ذلك تبعه الوهابية. تمام مولانا؟ هم تدعوا، لكن ليس من أجل، يقولون يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام الآن، ألوهية وربوبية وصفات. لماذا؟ يقولون لأن الأشاعرة والماتريدية، وهذا كذب وبهتان، نعم، يقولون لأن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات، والماتريدية ثمان صفات، والإنسان المؤمن يجب أن يثبت لله كل ما أثبت لذاته، فهم موحدون في الصفات يثبتون لله كل ما أثبت لذاته. نقول وأبو حنيفة كما قال في الفقه الأكبر وكل السلف الصالح يثبتون لله كل ما أثبت لنفسه، لكن يثبتونها بما كما يليق بالله عز وجل. لو أثبت لله عز وجل كل ما أثبت لنفسه بدون تشبيه، نعم الأشاعرة والماتريدية ينفون إثبات اليد جسما لله، يثبتونها صفة معنى، يثبتون لله الوجه صفة معنى، يثبتون لله عز وجل كل الصفات صفة معنى، فيجب أن نؤمن أن اليد معنى كالسمع والبصر والعلم، أما هم يثبتون اليد عينا جسما، ثم يقولون بعد ذلك لكن ليس كأجسامنا، هذا لا يعفيك،
بعد أن أثبتت التجسيم لا يعفيك أن تقول والله لكن ليس مثل هذا الجسم. إذن هم يثبتون الجسمية لكن يقولون جسم الله أكبر أجمل إلى آخره. إذا ثبت في النقل يثبتون، ما ثبت لا يثبتون. هم ماذا يقولون؟ لكن لا ينفون، يقولون كل ما لم يرد السمع به نحن لا نثبته ولا ننفيه. أعوذ بالله، يعني ما ثبت أن الله عز وجل من الخشب أو من الحديد أو من الذهب أو الفضة، إذن يعني لا نثبت ولا ننفي. لا والله نحن ننفي، لأن الله ليس كمثله شيء، هو أمرنا أن ننفي أي مشابهة له. هم يقولون الجسم لا يجوز إثباته ولا يجوز نفيه، نعم، ولكن الصفات تدل على أن له جسما والعياذ بالله. نعم، قال قوله الإمام الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء. يا إخواننا، هذا العالم موجود، وهذا العالم لا بد له من خالق، والخالق سبحانه وتعالى لا بد أن يكون وجوده ذاتيا، فلا بد أن يكون لا أول له، وإلا ما وجد العالم. مستحيل عقلا أن يوجد العالم لو كان خالقه حادثا. لماذا؟ لأنه لو كان خالق العالم حادثا لاحتاج إلى محدث وهكذا، ويلزم التسلسل وهو باطل. نعم، لأنه لو كان حادثا لافتقر إلى محدث، وذلك يعني المحدث إلى آخر، وهلما جر إلى أن يتسلسل أو ينتهي إلى قديم، والتسلسل محال، فتعين الانتهاء إلى قديم. نعم، وإنما أكد قوله قديم بقوله بلا ابتداء حتى لا يفهم أن الله قديم قدما لغويا أو قدما عرفيا. معنى القديم في ذات الله أنه لا أول له، وليس أنه قديم يعني هو موجود في أزمنة غير متناهية. أعوذ بالله، الله عز وجل لا أول له ولا يمر عليه زمان، ولا آخر له ولا يمر عليه زمان. ولذلك علاء الدين عابدين في الهدية العلائية عند له مختصر في آخر الكتاب، تعرفون الهدية العلائية، في آخرها يتكلم عن التوحيد، يقول الأزلي والأبدي في حق الله تعالى بمعنى واحد، بمعنى واحد. والإمام الرباني في المكتوبات يقول هذا الكلام، يعني لا، ما ينبغي سيدي أن يفهم أن الله قديم وأنه يعني يمشي عليه زمان ولا ينتهي هذا. أعوذ بالله أبدا، هذا باطل، لأن الزمان مخلوق، وكان الله ولا زمان، وهو الآن كما كان سبحانه وتعالى، ولا يمر عليه زمان. فالله عز وجل أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. لذلك ماذا قال؟ قديم بلا ابتداء، لأن القديم في اللغة مأخوذ من قولهم قدم الشيء، نعم، بالضم قدما، نعم، فهو قديم أي مضى عليه زمان طويل. قال الزمخشري في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، القديم هو المحول، يعني الذي مر عليه حول، كل شيء مر عليه سنة اسمه محول، هو قديم. نعم، ف
فإن أقل مدة الموصوف بالقدم الحول، ومنه يقال في العرف هذا بناء قديم وهذا شيخ قديم، وهذا المعنى غير مراد في حق الباري، بل المراد بالقديم في صفاته هو الذي لا ابتداء لوجوده. لماذا سيدي؟ لأن وجود الله ذاتي. نعم. فأكد بذلك احترازا عن المعنى اللغوي والعرفي. نعم. دائم، قوله دائم بلا انتهاء، لما ثبت أنه تعالى قديم ثبت أنه دائم. لماذا سيدي؟ لأن القديم وجوده ذاتي، فهو واجب الوجود، وواجب الوجود لا يقبل الانتفاء لا أزلا ولا أبدا. نعم. إيه؟ اليوم إيه؟ لما إن هذا بعض السلفيين، نعم، لا يجوزون إطلاق كلمة قديم على الله عز وجل. نعم. لماذا؟ يعني ما فيه المشكلة أن نطلق يعني على الله عز وجل كلمة؟ صاحب الجوهرة يقول: واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. يعني كثير من العلماء يقولون أسماء الله وصفاته توقيفية، ماذا سمع يجوز، ما لا يجوز. لكن الإمام سعد الدين التفتزاني قال: هذا صح بدليل شرعي وهو الإجماع. ثبت بالإجماع يعني. طبعا اسمع سيدي، أنتم تعلمون أن الإجماع لا بد له من مستند، إما من الكتاب وإما من السنة وإما من مقاصد الشريعة بالعموم، ولو لم يأتي نص خاص. لكن طالما أنه ثبت الإجماع لا بد من مستند، سواء علمنا هذا المستند أم كان غير معلوم. فالإمام سعد الدين التفتزاني في شرح العقائد يقول: هذا ثابت بالإجماع. نعم، هذا الدليل. طبعا يأتي بأدلة أخرى لكن لا يسلمها، لا يقبلها. تمام سيدي؟ يعني مثلا جاء قال الله، قال هو الأول، والأول له مرادفات. وطبعا يجوز الآن لو قلنا مثلا أول تترجم إلى التركي، لو ترجمت الأول إلى التركي ماذا الأول في التركي؟ تمام. فجاء بهذا الكلام قال: كما يجوز، الله قال الأول، فيكون إذن من الله عز وجل أن يستعمل ما يرادفه. وإذا كان الأول بلا ابتداء إذن هو قديم لا أول له، جاز. ثم يأتي بعدة أدلة، ثم لكن هو يرفض هذه الأدلة ويقول القول الصحيح هو الإجماع. فإن قال لك هؤلاء: طيب نحن لا نقبل، فلا حصل، فما حصل الإجماع؟ قل لهم: أنتم لستم من أهل الإجماع. أهل الإجماع حصل الإجماع قبل أن تولدوا جميعا. نعم. لما ثبت أنه تعالى قديم ثبت أنه دائم، إذ القدم ينافي العدم. وإنما قال دائم بلا انتهاء ليعلم أن دوامه، لاحظ سيدي، ليعلم أن دوامه تعالى ليس بمتعلق بالزمن لانتهائه، لأن الزمن منتهي، له بداية وله نهاية. نعم. وهو معنى قوله تعالى: هو الأول والآخر، أي الأول بذاته والآخر بذاته، غير متعلق بزمان. لاحظ سيدي، قال: وإنما وصف نفسه بهذا. ما معنى بهذا؟ الله قال هو الأول والآخر، ما قال هو في الأول وفي الآخر. لاحظوا دقة القرآن،
ماذا وصف الله ذاته؟ قال هو الأول والآخر. ما قال هو في الأول حتى لا يتوهم أنه في زمان أول. هو الأول بذاته، هو الأول، كلام دقيق يا أيها السادة. هو الأول وليس هو في الأول، لذلك قال وإنما وصف نفسه بهذا لئلا يفهم من أوليته سبحانه وآخريته ما يفهم من أولية وآخرية غيره، إذ غيره يوصف بهما بواسطة وقوعه في الزمان السابق أو اللاحق لا بالذات. أما الله أول بالذات، آخر بالذات. أي إيه؟ كرر ماذا نقول؟ إن قلنا الله أزلي في الزمان مثلا، ماذا يفهم من كلامك؟ يعني الله أزلي والزمان يجري، نعم، ينتهي ويبتدي، لا الله يبتدي وينتهي، هو أزلي كذا. ما المشكلة؟ ما الإيضاح؟ إيه، هل ما هو الزمان؟ يقول لماذا لا نقول يعني الزمن، والله لا أول له، والزمن أيضا لا أول له، تمام. لو سألك إنسان ما هو الزمان ماذا تقول له؟ لو إنسان أراد أن يسألك سؤال ما هو الزمان؟ طيب أنا سأختصر عنك، هناك تفسيران للزمن، إما حركة الفلك، حركة الفلك، وإما مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم. لاحظ لا يوجد لتعريف الزمان في كتب العلماء إلا هذان التعريفان، إما حركة الفلك. طيب اسمع سيد، إذا الأفلاك كلها حادثة من أين يأتي الزمان؟ يعني سيدي الزمان ذاته تقتضي الحدوث، لأنه قبل وجود الأفلاك لا يوجد زمان، لا يوجد زمان. الآن لو لا يوجد أفلاك لا يوجد زمان، أنت تعيش بدون زمان. أو مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم، يعني مثلا أنا أقول أنا آتيك الزمان، آتيك عند طلوع الشمس، فإتياني أنا متجدد موهوم مقارن لمتجدد معلوم كل يوم، وكلاهما حادثان، كلاهما من التعريف متجددا. فسيدي مستحيل أن يكون الزمان أزليا. حتى مرة بعض الطلاب سألني سؤال عندما قلنا له الله لم يخلق في الأزل، فقال لي وما يدريك، لعل الله خلق في الأزل، هل أنت كنت في الأزل ورأيت أن الله لم يخلق في الأزل؟ بلك الله خلق في الأزل وأنت لا تعلم، ما يدرينا أن الله خلق في الأزل. فقلت له لو تعلم ماذا تتكلم لضحكت من نفسك، لأن الأزل الأزلي لا أول له، والمخلوق له أول، كل شيء خلقه الله إذن له أول، والأزلي ما هو؟ لا أول له، فكيف يكون مخلوقا وفي الأزل؟ ومعنى الأزل لا أول له،
وهو مخلوق له. فكلامك هو لو فكرت ماذا تقول، هو هذا دليلنا، مستحيل أن يوجد هذا دون أن نوجد هنا، كما قال الله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. نحن ما كنا، لكن بالعقل يعلم هذا. نعم سيدي. أيه. تبادرت في الذهن يعني إذا استخدم كلمة أزل يعني أنت تفهم زمان، ولكن الزمان القديم، ولذلك نخطئ أظن يعني. نعم. في الأزل مثلا خلق الله، علم الله عز وجل في الأزل، يعني نحن نظن من هذا الزمان. نعم. ولذلك يوجد شيء في الإنسان اسمه وهمية. هذه الوهمية تقيس الخالق على المخلوقات دائما، تمام؟ كما أن هذا الوهم اعتاد أن يرى أن كل موجود يمر عليه زمان، فظن أن الله لأنه موجود يمر عليه زمان، فهذا حكم وهمي. وأكثر الناس أيها الإخوة يحكمون، لا نلوم العامة، أما نلوم الخاصة الذين حتى يمكن يدرسون عقيدة، تمام، وهم عفوا يعني ليسوا مدركين لمعاني الألفاظ التي يقولونها، وهذا أمر خطير. فيوجد يقول: يا أخي هذا غير متخيل. نعم غير متخيل معنا، أما لا يجوز أن تقول غير متعقل. حكمك مثلا هؤلاء المجسمة الذين يقولون الإله لابد أن يكون في جهة، والله اليوم كنت أناقش مع بعض الطلاب هذا الأمر، يقول قال لي: إذا نفيت الزمان والجسمية والمكان وإذن أنت نفيت الإله، هم يقولون هكذا. هذا حكم عقلي أو حكم وهمي؟ حكم وهم. لماذا؟ لأن الوهم هم يقول نحن ما رأينا شيئا موجودا إلا وهو في جهة وفي مكان، فإذا لابد إذا كان الله موجودا أن يكون في مكان، هكذا يقول. من أين أتيت بهذا القياس؟ هذا قياس هو عين تشبيهك لله بخلقه. ديننا قائم على كلمة ليس كمثله شيء، فأنت حكمت هذا الحكم بتشبيهك للخالق سبحانه وتعالى بخلقه. فلذلك سيدي الناس، وهذا الكلام الإمام الغزالي رحمه الله يركز عليه كثيرا، فرق بين الحكم، تقول أنا لا أتصور لا أتخيل، تمام صح، لأنك أنت من أين تأتي بصورك وخيالك؟ مما رأيت، وأنت ما رأيت الله، والله قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال لا يفنى ولا يبيد، طبعا هذا تأكيد لبقائه، يعني الله عز وجل قال دائم بلا انتهاء، هذا تأكيد دائم يعني لا يفنى ولا يبيد، تمام، هذا تأكيد له. ما معنى لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يبيد؟ أي لا يتلاشى. ما معنى يتلاشى؟ لا ينتهي وجوده ولا يهلك، وإنما جمع بين اللفظين تأكيدا لدوامه سبحانه وتعالى وبقائه. هذا قول لا يفنى ولا يبيد بمعنى واحد، وإنما جمع بينهما تأكيدا، وقيل ليس تأكيدا، إنما
له معنيان، كل لفظ له معنى آخر. وقيل أراد بالأول نفي تلاشي الذات، يعني نفي عدم الذات، وبالثاني بطلان الحياة والصفات. إذن سيدي، الله عز وجل لا تفنى ذاته ولا تبطل صفاته، تمام مولانا؟ الله لا تفنى ذاته ولا تبطل صفاته. لماذا؟ لأن ذلك في ذاته، يعني البطلان والفناء والتلاشي والهلاك، لأن ذلك في ذاته وصفاته سبحانه محال. لماذا؟ بسبب لقدمه، أي بسبب قدمه الثابت بذاته، لكونه واجب الوجود بذاته. وقلنا واجب الوجود لا يقبل العقل عدمه. نعم. وما بالذات لا يزول، أظن عندكم هذه نسختنا في هذه المسألة أحسن، الله أعلم. وما بالذات لا يزول، يعني ما وجوده ذاتي لا يزول. لاحظ سي، ما معنى هذه الكلمة؟ وما بالذات يعني ما وجوده، ما هو موجود بذاته لا يزول، لأن ذاته وصفاته وجودهما ذاتي. وما بالذات يعني وما وجوده ذاتي لا يزول. نعم، هنا عندنا عبارة زائدة لكن عندكم ليست موجودة، لكن أظن تكرار هذا. ولا يبيد، أي لا ينقطع بقاؤه، يقال بادت القبيلة إذا انقطعت. نعم، واضح أيها الإخوة. قوله ولا يكون إلا ما يريد، طبعا إخواننا هذه من المسائل أيضا التي يعني بعض الناس يستغربها. نحن نقول كل ما هو كائن فهو بإرادة الله، وكل ما يريده الله فهو كائن. مهما حصل من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وظلم وكذا، كله بإرادة الله. لكن قلنا من قبل، لكن يرضى بالإيمان والطاعة ولا يرضى بالكفر والمعصية. نعم نعم، هذا حديث يقول ولا يكون إلا ما يريد، لأن كل موجود سواه فهو بتخليقه وتكوينه وإرادته، فمستحيل أن لا يكون بإرادته. يعني الإنسان عندما يفعل المعصية، من يخلق له المعصية؟ الله. فإذا كان يخلقها كيف لا تكون بإرادة الله عز وجل؟ تمام؟ لأن كل موجود سواه، كل الذوات والأفعال، فهو بتخليقه، بتخليق الله وتكوينه وإرادته، لكون ما سواه ممكنا، والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح. نعم، وذلك يعني المرجح إرادة الله تعالى، إذ لا مريد سواه. قال الله تعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، إذن كل شيء يخلقه هو يشاؤه. نعم، ولو خطر الآن ببالكم إشكال أن هذا فيه جبر أو فيه كذا، أرجو أن تسأل، اسأل ما شئت. وقال الله تعالى إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وصف نفسه بالمشيئة والإرادة، فتثبتان له حقيقة، ليس مجازا هذا الكلام. نعم، ما هو القول المجاز؟ أم مجاز من الإرادة أم قول حقيقي؟ لا، هم الآن سيأتي الكلام، الآن سيأتي. لا كما زعم الكعبي ومن تابعه من المعتزلة كالنظام، من أنه تعالى
لا يوصف بالإرادة حقيقة بل مجازا. انظر ماذا يقولون: لأن الإرادة هي الشهوة حقيقة، وهو محال على الله. يعني الله عز وجل يريد شيئا يعني يشتهيه. من قال هذا في اللغة هذا المعنى؟ سيدي هم يقولون ينفون كل الصفات، المعتزلة ينفون كل الصفات أصلا إلا الإرادة، يثبتونها. تعرف كيف يثبتونها؟ حادثة لا في محل. يثبتون الإرادة حادثة لا في محل. ورد عليهم الإمام الغزالي في وكل العلماء في الاقتصاد في الاعتقاد. سيدي مشكلة المعتزلة أنهم يحكمون العقل. يا شيخ يوسف يقولون الله سبحانه وتعالى كيف يريد المعصية ثم يعاقب عليها؟ تعرف ماذا نقصد أن الله يريد المعصية أو الكفر؟ يعني يأذن به، لا يحبه ولا يأمر به. لاحظوا إخواننا فلسفة الأمر بسيطة بكلمتين: الله خلق الإنسان وقال له أنا خلقتك لأمتحنك وأنا أحب أن تؤمن وأن تطيع ولا أحب أن تعصي وأن تكفر، لكن أنا أردت منك هذا الإيمان باختيارك، ولذلك أنا سأتركك تفعل ما شئت. هذا فإذا الآن فعل هذا الإنسان الكفر هل الله يحبه؟ لا. لكن ما معنى إرادته؟ أنه ما فعله العبد، ما فعله العبد جبرا عن الله، يعني بدون إذن الله. هذا المعنى الإرادة، أنه يفعله بإذن الله عز وجل. ولذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي مرة دخل على الصاحب ابن عباد، كان وزيرا متوفى سنة 385 هجرية، دخل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، نعم، وعنده القاضي عبد الجبار. فأهل السنة يقولون كل ما يقع بإرادة الله، لكن بإرادة الله بمعنى أنه يأذن به، لأن الله قال للناس اعملوا ما شئتم، لكن أنا أحب الطاعة ولا أحب المعصية. ما معنى أن نقول هذا ليس بإذن الله؟ يعني الله ليس قادرا أن يمنعه. هل يجوز هذا؟ فقال له القاضي عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني أنتم أهل السنة تقولون الله يريد المعاصي. فقال الإسفرائيني قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له: أيشاء ربنا أن يعصى؟ انظر الآن هذا جوابنا. قال: أفيعصى ربنا مكرها؟ هذا معنى الإرادة، أن ما يحصل هو بإرادته، لو أراد أن يمنعه لمنعه، لكن طالما ما منعه إذن هو بإرادته. هذا المقصود. قال له: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أشاء أم أساء؟ قال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يفعل ما يشاء. قولهم قبيح، يجعلون الله عز وجل له قانون يجب أن يسير عليه. حاشا، لا يليق بالإله هذا. نعم، هم ماذا قالوا؟ قال الإنسان، وعلى فكرة عند الإخوة الأتراك
الإرادة بمعنى الحب، يعني أنا أريد شيئا إذن أنا أحبه. فلما قلت لهم الله يريد المعاصي قالوا الله يريد، كيف يريد؟ نحن نعرف الله لا يحب. مشكلة، تمام سيدي. فإذا الإرادة معناها عدم الإكراه، هذا الإرادة، لذلك هي غير الرضا. وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. فيوجد خلاف كبير بين الأمر والإرادة، فالله عز وجل يأمر ويريد، ولا يأمر ولا يريد، ويريد ولا يأمر، ويأمر ولا يريد. القسمة رباعية، تمام سيدي. يعني مثلا الله أمر وأراد، مثلا إيمان أبي بكر أمره وأراده، ما أمر ولا أراد، مثل كفر أبي بكر رضي الله عنه، ما أمر ولا أراد، أراد وما أمر، مثل كفر أبي جهل، تمام، أراد وما أمر، أمر ولا أمر. يوجد من لم يعني، لا أقول كفر كفر أبي جهل أراد ولم يأمر، أما إيمان أبي جهل أمر وما أراد. نعم. ولا يوصف بالإرادة حقيقة بل مجازا، هكذا يقول المعتزلة، لأن الإرادة هي الشهوة حقيقة وهو محال على الله تعالى. ونحن نقول معنى الإرادة عندنا، لاحظ سيدي ما هو دليل الإرادة، لن نطيل، نكمل هذا البحث ونقف إن شاء الله، لأن هذا البحث الذي بعده لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، بحث طويل وجميل وتحته إن شاء الله كلام. نعم، ما هو دليل أهل السنة على وجود الإرادة؟ طبعا بعد النصوص، لأن الذات بالنسبة إلى جميع الممكنات مستوية، يعني ذات الله وقدرة الله بالنسبة للممكنات وأضدادها، يعني مثلا الله عز وجل خلقك ذكرا، كان يمكن أن يخلقك أنثى، خلقك في هذا الزمان كان يمكن أن يخلقك في زمان آخر، خلقك بهذا الشكل كان يمكن أن يخلقك. فبالنسبة لذات الله عز وجل فهي مستوية بالنسبة لهذا الشكل والشكل الآخر والزمان وكذا. فلما رأينا لو كان الله يا شيخ يوسف بدون إرادة، يجب أن تخرج الأشياء كلها في زمان واحد في شكل واحد، مثل الشمس لأنها علة وليست مريدة دائما ترسل لنا حرارة وضوء، ما تستطيع غير ذلك لأنها ترسل بدون إرادة. الماء مثلا نشرب دائما يروينا، هذا شكله وهذا طعمه وهذا كذا، السكر هكذا، لماذا؟ أما ما يصدر، وإن كان طبعا هذا كله بخلق الله، أما ما يصدر عن الله عز وجل مختلف، فلا بد من إرادة خصصت هذه الأشياء بهذه الصفات. هذا ما سيقوله الآن. ونحن نقول معنى الإرادة عندنا هي الصفة التي توجب اختصاص المفعول، يعني المخلوقات، بوجه دون وجه.
ما معنى بوجه؟ يعني أنت خلقك في إسطنبول، كان يمكن أن يخلقك في مكان آخر في هذا الزمن بوجه دون وجه. لا لا، هذا مفعول، يقول مفعول يعني هذا موجود. مفعول سيدي، المعدوم لا تتعلق به قدرة الله ولا يسمى مفعولا. العدم الأصلي ليس من متعلقات، ليس متعلقا بالذات الإلهية. قبل أنت عدم أصلي كنت إرادة إلينا إلي سواء بين الوجود والعدم، يعني يمكن يبقى معدوما ويمكن موجودا، تمام. لكن هو قال المفعول الآن إيه، لكن هنا قال توجب اختصاص المفعول، يعني هنا المقصود الفعل المخلوق. نعم كلامك صحيح طبعا، خصصك الله بالوجود كان يمكن أن تبقى عدما، تمام. نعم بوجه دون وجه، يعني في هذا الزمان دون هذا الزمان، في هذا الشكل في عمر معين، تعيش 80 سنة ليس 90 أو كذا، يعني وجه دون، وفي زمان دون زمان. إذ لولا الإرادة لوقعت الممكنات في وقت واحد على هيئة واحدة. نعم، فلما خرجت المفعولات، أظن في النسختين يوجد المقولات وكلاهما خطأ. نعم، فلما خرجت المفعولات يعني مخلوقات الله عز وجل على الترادف، يعني على التتابع، ليست في زمن واحد، على الترادف والتوالي وعلى النظام والاتساق وعلى الهيئات المختلفة والأوصاف المتباينة على ما تقتضيه الحكمة البالغة، كان دليلا على اتصاف الفاعل بالإرادة. إذ وقوع هذا الاختلاف لم يكن من اقتضاء ذواتها. تمام سيدي، يعني الآن هذه المفعولات كلها بالنسبة لذاتها ليست واجبة أن توجد بهذا الشكل. يعني أنت يمكن كان أن توجد في زمان سيدنا موسى وتوجد مثلا بغير هذا الشكل، كان ممكن. إذن وجودك بهذا الشكل ووجوده بهذا الشكل ليس من مقتضيات ذاتك، ليس لذاتك، وإنما لإرادة الله عز وجل. إذ وقوع هذا الاختلاف لم يكن من اقتضاء ذواتها، فعلم أن ذلك يعني الاختلاف لإرادة الفاعل. وقولهم الإرادة شهوة فذلك تلبيس منهم لنفي الصفة عن الله تعالى، لأن الشهوة إرادة مخصوصة وهي ها من الذي يشتهي؟ الناقص، من أجل أن يكتمل. أما صاحب الكمال سبحانه وتعالى لا يشتهي. نعم، لأن الإرادة الشهوة إرادة مخصوصة وهي إرادة ما فيه نفع المريد، والله تعالى غني مطلق، لا تكون إرادته اشتهاء بل ربوبية. يعني لماذا خلق الخلق كلهم؟ ليس له سبحانه وتعالى أي منفعة في هذا، نعم، إنما لأنه أراد أن يخلق. لا لا، هم يقولون ينفون، هم أرادوا نفي الإرادة فقالوا الإرادة شهوة والله لا يشتهي، إذن ما عنده إرادة. هو الشهوة ما تميل إليه النفس ويوافق الطبع، وهو لا يوجد في الله. يعني الشهوة هو ما تميل إليه النفس وما يوافق الطبع، هذه هي
الشهوة والله ما عنده هذا، إذن ما عنده إرادة. نعم. والإرادة مشتقة في اللغة من الرود. الرود الله أعلم عندكم ماذا؟ رود، وهذا الصحيح. أنا راجعتها وجدتها الرود، وهو الطلب. ولهذا سموا طالب الكلاء رائدا. ما معنى طالب الكلاء؟ العرب كانت تنتقل من مكان إلى مكان مع حيواناتهم، يبحثون أين يوجد طعام عشب يجلسون. فطبعا لا يمكن أن يذهب كل الحيوانات وكل الناس يذهبون، يمكن يوجد يمكن لا يوجد. كانوا يرسلون أحدهم وحده، تمام، يبحث هنا وهنا وهنا أين يجد هذا الكلاء، يرجع إليهم. ولذلك ولهذا سموا طالب الكلاء رائدا، ومنه المثل الرائد لا يكذب أهله. طبعا الرائد لا يكذب أهله لأن فيه هلاكهم. لو قال لهم والله هناك امشوا 50 كيلومتر، هناك يوجد ماء، ثم لا يوجد، يكون أهلكهم. والإنسان ممكن يكذب أعداءه أما لا يكذب أهله. نعم، يعني إن شاء الله نقف هنا بعد إذنكم، وإذا يوجد سؤال أو شيء تفضلوا دقائق. نعم. في الحقيقة ما الإرادة الجزئية؟ لأن سمعت من شيخنا الأستاذ محمود، محمود أفندي، نعم، حفظه الله. نعم. أهم مسائل أهل السنة والجماعة يكرر ثلاثا هو الإرادة الجزئية، الإرادة الجزئية يقول. يعني من سمع مني هذا الكلام أنا؟ منذ لما كان يسألني بعض الإخوة عن الكسب، ما كنتم أنتم، أكثركم ما كان، كنت أنا أقول سبحان الله، أنا يشرفني أن أقول كلمة مثل الشيخ محمود أفندي. نعم، قلت لهم الكسب من أهم وأصعب المسائل والأمور المختلف فيها بين الأشاعرة والماتريدية. فيقول ما هي الإرادة؟ أين الخلاف وأين صعوبتها يا شيخ يوسف؟ طبعا لن أتكلم الآن. الإمام الغنيمي في شرحه على الطحاوية نقل 6 صحائف من كتاب اسمه المسايرة للكمال ابن الهمام. الحقيقة من أصعب الكلام، لكن هو يتلخص في أمرين. هل هذه الإرادة يا شيخ يوسف، الله خلق فيك اختيار، اختيارا، طيب تحويل هذا الاختيار إلى هنا أو إلى هنا؟ يعني أنت مثلا عند الفجر، أذن الفجر، تريد أن تقوم، عندك اختيار أنت خلقه الله فيك، تقوم أو لا تقوم، تبقى نائما، الشيطان يغلبك مثلا. طيب الله عز وجل أعطاك اختيارا، ها، هذا بخلق الله ولا شك، لكن عندما تختار أقوم أو لا أقوم، هذا بخلق الله أو بدون خلق الله؟ اصبر اصبر، ها شوف، انظر، اثنان بجانب كل واحد اجاب جواب مختلف. نعم، هذا الخلاف، لانه ان قلنا اختيارك ليس الاختيار، طبعا يوجد اتفاق، اصل اختيارك بخلق الله لا شك، يعني الله خلقك مختارا، هذا لا شك،
لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ما كنتم أصحاب إرادة لولا أن الله شاء أن تكونوا أصحاب إرادة، هذا ما فيه شك. لكن استعمالك لهذا الاختيار، لحظة الاختيار أفعل أو لا أفعل، هنا من الذي هنا هذا الاختيار، بخلق الله أو بدون خلق الله؟ إن قالوا حتى هذا بخلق الله يلزم الجبر، وإن كان بدون خلق الله يوجد خالق غير الله. لا سيدي، المعتزلة يقولون العبد خالق فعله ليس اختيار، حتى الفعل نحن بين الأشاعرة والماتر لا خلاف، الفعل الله يخلقه، أما لحظة الاختيار. لذلك هذا حفظ الله الشيخ محمود أفندي يقول هذا من أهم المسائل، وحقيقة من أهم المسائل، من أهم المسائل. فالماتريدية يميلون إلى تخصيص قوله تعالى الله خالق كل شيء، يخصصونه، ما معنى يخصص؟ يعني يختارون أن هذه اللحظة ليست بخلق الله. الأشاعرة يعممون الله خالق كل شيء. يوجد قول، يعني إذا تحبون الآن حتى لا كلمة والله هي رائعة لبعض الأشاعرة، يقول كلمة خذ هذا القول وتستريح، يقول نحن نعلم أن عندنا اختيار، وعندما نختار نحن الذين نختار، بدليل أننا نفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية. إذن هذا موجود، ثم بعد ذلك نسكت دون أن نعلم كيفية هذا الاختيار. الاختيار موجود وبعد ذلك لا نكيفه. ماذا يهمنا؟ يهمنا أن نعلم أننا مختارون، بدليل أننا نفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية. يعني أنت الإنسان صاعدا باختياره، ساقطا وقع بدون هذا مثل هذا، الشعور بالفرق بين الأمرين شعور ضروري لا أستطيع أحد أن ينكره. ثم بعد ذلك بخلق الله بدون خلق نسكت، لا يلزمنا. أما تحقيق المسألة صعب جدا، لذلك الكمال ابن الهمام قال يوجد أعلام من الأمة توقفت في هذا الكلام، توقفت أعلام من الأمة توقفوا، قالوا لا نتكلم في هذا. العزم المصمم نعم هذا هو العزم المصمم. تمام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.